فيلم The Age of Adeline من إخراج لي تولاند كريجر بيبدأ الفيلم في يوم من الأيام في سان فرانسيسكو لما بتشتري أدالاين بومان بطاقات هوية مزورة من مكان ما وبترجع شقتها وتأكل كلبها بعد كده بتروح شغلها وبتفتح علبة فيها شرايط أفلام اللي بتحكي عن حاجات حصلت في أوقات تاريخية وبنسمع صوت مع شرايط الأفلام بيحكي لنا قصة حياة أدالاين من ساعة ما اتولدت لحد النهاردة. كانت أدالاين أول طفلة اتولدت في سان فرانسيسكو سنة 1908 في يوم رأس السنة وكبرت واتجوزت وخلفت بنت لكن جوزها مات في حادثة عربية لما كانوا بيبنوا جسر البوابة الذهبية سنة 1937 وبقت أدالاين أرملة وبعد 10 شهور بالظبط كانت أدالاين سايقة في وسط عاصفة ثلجية وانحرفت العربية في الوادي ووقعت في بحيرة قريبة منها وماتت لكن في وسط الطقس الغريب نزل برق ضرب البحيرة وفجأة رجعت أدالاين للحياة مرة تانية ومن اللحظة دي فضل سن أدالاين ثابت عند 29 سنة وما كبرتش أبدا ولما الناس بدأت تلاحظ حالتها الغريبة اشتبهوا فيها وحاول عملاء الـ FBI ياخدوها بالعافية عشان يعملوا عليها دراسات وأبحاث لكنها بتهرب منهم وبترفض تبقى فار تجارب وبتكتشف انها هتقضي بقية حياتها هربانة من ساعتها بتغير اسمها وعنوانها كل ما الناس تبدأ تشك فيها وبدأت بنتها فليمينج تكبر في السن لحد ما بقى شكلها اكبر من امها أدالاين وفي ليلة رأس السنة في العصر الحالي بتحضر حفلة وبتقابل فيها إليس جونز وبتقدم نفسها باسمها الجديد جينيفر وبيقضوا وقت مع بعض وبيعجب بيها ولما طلب انه يشوفها تاني رفضت ومشيت لانها عارفة انها مش ممكن هيكون ليها مستقبل طبيعي مع اي شخص وانها ما ينفعش تحب تاني لكن تاني يوم بتتفاجئ جينيفر في شغلها ان إليس عرف مكانها ووصل لها وطلب منها تاني انها تخرج معاه وفي النهاية وافقت وبيظهر لنا الفلاش باك انها زمان حبت واحد ولما راحت تقابله في الحديقة اكتشفت انه معاه خاتم خطوبة وكان هيتقدم لها فخافت من انه يكتشف حقيقتها انها ما بتكبرش وقررت انها تمشي وما تشوفوش تاني بتقضي أدالاين وقت مع إليس اكتر وبتعجب بيه اكتر ولما بتكتشف انها بدأت تحبه بتبدأ تبعد عنه وهو بياخد باله بيتخانقوا مع بعضه انه مش عارف هي ليه مصممة تبعد وفي النهاية بيطلب منها طلب اخير وهو انها تحضر معاه حفلة خاصة بوالديه بمناسبة مرور 40 سنة على جوازه وبتوافق اول ما بيوصلوا للبيت بيعرفها إليس على ابوه ويليام اللي اول ما بيشوفها بيفتكرها كويس وبينده لها باسمها الحقيقي أدالاين وكان واضح ان هي كمان افتكرته فكتبت عليه وقالت له ان أدالاين تبقى امها اللي ماتت من فترة وبنرجع فلاش باك وبنشوف امتى تقابله وازاي ولما حبوا بعض وبنكتشف ان ويليام ابو إليس هو نفس الراجل اللي كان واقف مستنيها بخاتم الخطوبة وهي سابته ومشيت وفي يوم من الايام وهي لسه موجودة في بيتهم اعترف لها إليس انه بيحبها لكن هي ما زالت مترددة وتاني يوم بتقابل ويليام وبيتكلموا مع بعض وبيكتشف علامة معينة على ايدها هو فاكرها كويس فبتسحب ايديها وبتتوتر وبنرجع فلاش باك لما ويليام بيفتكر زمان لما كان مع أدالاين وتعورت في ايديها في نفس المكان وهو خيط الجرح بنفسه بيكتشف انها بتكذب عليه وانها أدالاين اللي حبها زمان وبيواجهها ولما بيحاول يفهم ليه سابته وازاي شكلها ما اتغيرش بعد كل الوقت ده بتتوتر وبتقول له انها كانت انسانة طبيعية ما تعرفش ايه اللي حصل وغيرها بتهرب منه وبتركب العربية علشان تمشي لكنه بيترجاها انها ما تهربش تاني وتفضل موجودة على الاقل علشان إليس لكنها بترفض وبتقوله انها مش هتقدر بتهرب وترجع لبيتها وبتكتشف انها لازم تهرب وتغير مكانها واسمها تاني قبل ما إليس يوصل لها وبتكتب رسالة وتسيبها لإليس وبتلم كل حاجتها وتمشي وبعد ما بيوصل إليس ويقرأ الرسالة بيواجه ويليام ابوه علشان يفهم ايه اللي حصل لكن ويليام بيبقى مش عارف يرد ويوضح له ازاي وهي سايقه على الطريق بتبدا تفكر في كل مره هربت فيها وخسرت ناس وكانت بتخبي حقيقتها عنهم لانها خايفه فجاه بتغير رايها عن الطريقه اللي مفروض تعيش بيها بتوقف العربيه وبتتصل ببنتها بتقول لها انها هترجع وهتواجه ومش هتهرب تاني وهي بتلف عربيتها بتظهر شاحنه كبيره وبتخبطها بس صاحب العربيه ديله في اسنانه بيهرب وبيسيبها تموت بتعافر أدالاين علشان تتحرك لكن مش بتقدر لحد ما بتموت مرة تانية وبتوصل عربية إسعاف وينقذوها بجهاز الصدمات الكهربائية وفاقت في المستشفى ولقيت إليس موجود اعتذرت له وفي الآخر اعترفت إن هي كمان بتحبه وبتحكي له أدالاين عن حقيقة سنها والحادثة اللي حصلت لها وغيرتها من 107 سنة وإنها كانت بتضطر تهرب كل فترة من مكان لمكان وتشتغل وهي خايفة وبعد سنة واحدة بتجهز أدالاين إنها تروح حفلة رأس السنة مع إليس وقبل ما تمشي لاحظت حاجة غريبة في المراية لاحظت ان لون شعرها بدأ يتغير للرمادي وده بيدل انها رجعت طبيعية تاني وبتكبر في السن وبتطمن أدالاين انها مش مضطرة تخاف تاني ابدا وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو
دوس لايك واشترك في القناه.